أثابكم الله. يقول السائل: وهل يشرع التكبير والتهليل جماعة أم منفرد؟ وما هي الألفاظ المشروعة في التكبير شرعا؟ وجزاكم الله خيرا. تكبير انفرادي، انفرادي لا جماعي. تكبير الجماعي بدعة، التكبير الجماعي بدعة، تكبير يكون انفراديا، كل مسلم يكبر لنفسه، وصفته أن يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، ويكرر هذا. نعم.